لك محمد. نعم أشرف، كنا قبل قليل في داخل هذا الإسطبل، الآن في ساحة التدريب للخيول زي ما أنتم شايفين. الآن بتم عملية تدريب شباب صغار بالسن. هذه العملية بتتم تحت يعني مدرب خبير في هذا المجال حتى يدربهم على الفروسية بشكل صحيح. ملتزمين زي ما أنتم شايفين باللباس الرسمي للفروسية اللي هي الخوذة والجزمة. بالتالي هذول الشباب الصغار اللي عم بتدربوا الآن صباح، هذه رياضة صباحية إلهم تسقل شخصيتهم بالتأكيد. نرجع للأستاذ نواف أصمادي ليحدثنا عن عملية التدريب كيف بتتم للشباب، وزي ما ذكرت أنت من عمر 5 سنوات وفوق. من عمر 5 سنوات وما فوق. نعم. طبعا عندنا هذا التدريب من 5 سنوات وما فوق بدل. بنعلم الطالب بالأول كيف الفرس تعامل مع الخيل، بعدين بس تعامل مع الخيل وهو يحط ثقته بينه وبين الفرس، بينه وبين الجواد. بعدين بنحط بيجي بجهز السرج، هو لازم يحط السرج، يحط الجام، نعلمه كيف يركب، من يعني يركب، لما يركب شوي شوي على التدريب تكون أموره كويسة. بالأول بداية بصير نمشي مشي، بعدين بصير نطلع، بعدين مشي معطيه طرط بس 4-5 أيام برضو نعطيه كانتر، بصير ثقته بينه وبين الفرس، بس بصير يتمكن كويس، بصير نطلعه خارج النادي مشان يتمكن كثير من ركوب الفروسية. بالتأكيد يعني شباب زي ما احنا شايفين لابسين لباسهم الرسمي بالنسبة للفروسية. كم مدة دورة تدريبهم حتى يتمكنوا ويصيروا يعني نقول عنهم فارس؟ طبعا احنا عندنا الدوره كامله 16 حصه، اقل شيء لازم ياخذها ب 20 يوم، اكثر شيء 50 يوم، يوم بعد يوم. اول يوم نص ساعه، بعدين يوم الثاني نص ساعه مشان ما يعضلش يعمل معه ستيف، بعدين نصير نطلع تدريجا يوم مع يوم، بعدين اذا ظل الطالب عندنا ضعيف من 16 حصه نطلعه 20 حصه، نسوي نحط له 4 حصص من عندنا مجانا مشان يطلع طالب. احنا بهمنا اهم شيء انه الطالب يطلع 100% من عندنا، بهمنا انه سمعتنا بالنسبه للفروسيه من حمد الله عندنا سمعة من أحسن النوادي العالم. بالتأكيد يعني الأرضية اللي بتدربوا عليها يعني زي ما أنا شايف عبارة عن يعني سلكة، حتى رمل سويرح. رمل سويرح، إحنا بنحط رمل سويرح ومنجيب مية بحر ميت بنحط مشان ما يطلعش غبرة، وعلاج كمان مية البحر مشان حوافر الخيل مشان تكون كويسة. كمان عندك خيول يعني مدربينها على الألعاب، ممكن نشوف هذه الخيول بعد قليل، نشوف كيف تعمل حركات، لأنه حركات الخيل جميلة والخيل بشكل عام جميل. يعني إحنا بنعرف أنه الخيول كثير برغبوها السياح، يعني بنشوف في البتراء أنه ناس خاصة الأجانب بيحبوا يركبوا الخيل ويمشوا فيها. شفنا بمقيس مبارح أنه كان كم خيل هنا كانوا يركبوا الخيول ويمشوا ويستمتعوا في المسافات البعيدة. فبطلبوا منكم مثلا المناطق السياحية خيول حتى يعني تكون مع السياح؟ والله لغاية الآن لا، لغاية الآن احنا بنشتغل على الشغل هذا، وبإمنا انه وزارة السياحة تهتم فينا شوية. وزارة السياحة للأسف انه ما فيش اهتمام عندنا بالفروسية بالشمال، بالرغم عندنا من أحسن خيول العالم ومن أحسن نوادي العالم من حمد الله. عندنا برضو داخل النادي قعدات كويسة، عندنا استراحة خارجية واستراحة داخلية، عندنا غزلان، عندنا طيور، عندنا حمام، عندنا طيور يعني بكافة أنواعها، وعندنا حيوانات بكافة أنواعها، الحيوانات الأليفة وليس المفترسة والشغلة زي مشان الطالب إذا بيجي عندنا معه أهالي وبقعد قاعدة كويسة بتفرجوا على الصغار اللي ما بدهم يركبوا، الأهالي بتفرجوا على الحيوانات وبتفرجوا على الطيور وبتفرجوا على كل إشي عندنا، وعندنا قعدات كويسة عندنا. طيب بالتأكيد يعني مكان جميل ونادي فروسية يعني مجهز بشكل كويس، لكننا نحكي عن يعني الخيل الآن كيف ممكن نشوف حركات هذه الخيول حتى المشاهد يستمتع بهذه الحركات، يعني قديش بدك حتى تطلعهم ونشوفهم هون؟ بدنا 5 دقائق إن شاء الله أو أقل شوية، نشوف جمالية الخيول العربية الأصيلة من أرقى خيول العالم اللي هي الخيول العربية الأصيلة، سلالاتها كويسة تتعامل مع الشخص بحنية وأنت بتستمتع فيها بجمالياتها.
زميل أشرف زميل كاتي، زي ما أنتم شايفين يعني هي عملية التدريب اللي بتتم للشباب الصغار، عم بتسقل شخصيتهم، عم بيكون عندهم ثقة بنفسهم من خلال هذا التدريب اللي بيتم على الخيول. بنصبح عليك، ورح يعني يكون عندنا لقطات جميلة للخيول وهي عم بتمارس تمارين يعني كثير بيقولوا عنها أنها جميلة، في رقص زي ما بسموا المصريين، هناك عملية رقص للخيول في هذا الميدان. إذا كان عندنا متسع من الوقت رح تشوفوا هذه الجماليات بعد قليل. شكرا محمد عبيدات، شكرا على هالوقفة الجميلة لمنطقة نعيمة وتسليط الضوء على الفروسية والخيل.